طيب لسه كلامنا في الكوره اكيد متواصل، هنتكلم بقى بتحليل كده اكتر عن منتخب مصر ونقاط القوه والملاحظات كمان، وعن استعدادات الاهلي مهمه جدا كمان للمباريات اللي جايه، وجوائز الافضل في افريقيا مع ضيفنا الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير على حضرتك يا نهاوند، صباح الخير عليك استاذ كريم، نور الدنيا كلها، ويوم جميل ان شاء الله للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. طيب نبتدي بالمنتخب مثلا. تمام. وقبل ما نتكلم عن رؤيتك للماتشين اللي فاتوا سيراليون وقبل منه ماتش جيبوتي، تعالى نتكلم بشكل عام عن روي فيتوريا والانتصار اللي اتحقق الاخير ده، اللي هو طبعا فوزنا على منتخب سيراليون. ده الانتصار رقم 11 من اجمالي 13 مباراه لعبها المنتخب تحت قياده روي فيتوريا. تمام. شايفه او شايف مسيرته حتى هذه اللحظه ازاي مع المنتخب؟ في البداية طبعا الفوز في أول مباراتين نقطة مهمة جدا أو خطوة مهمة جدا للمنتخب، خصوصا أن يعني كان الكل شايف أن البداية هتكون مهمة قبل سواء تصفيات كأس العالم أو بطولة أمم أفريقيا في يناير اللي جاي، فبناء عليه كان الفوز في مباراة جيبوتي بنتيجة كبيرة أو مباراة سيراليون خارج مصر أو خارج القاهرة كانت بالنسبة لنا مهمة جدا. روي فيتوريا ماشي مع المنتخب بنسق تصاعدي، بمعنى ان هو في البداية ما لعبش مباريات كبيرة او منتخبات قوية، ما عدا في الفترة الأخيرة او في التوقفين الآخر سواء كان منتخب تونس، وهو علق وقال ان احنا كنا محتاجين ان احنا نبتدي بقى نلعب منتخبات كبيرة او منتخبات معنى اصح منافسة علشان نشوف وقتها هنكون شكلنا ازاي، بمعنى ان احنا دلوقتي احنا عاوزين نكون احنا الفعل مش رد الفعل، بمعنى ان احنا عاوزين يكون لنا شكل هجومي ومنتخب هجومي، وده اللي احنا معتادين عليه لمنتخب مصر. منتخب الجزائر او مباراة الجزائر بالتحديد مباراة كانت بالنسبة لنا كان تحدي مهم وكبير، خصوصا ان احنا بنلعب منتخب من المنتخبات المصنفة في افريقيا. طب. بجانب ان لو نفتكر كواليس المباراة او الاحداث المباراة، انت لعبت ناقص لاعب شوط ونص يعتبر، وكنت متقدم في النتيجة وكنت ممكن تكسب لولا يعني الاخطاء البسيطة اللي حصلت في اخر المباراة، لكن كانت بالنسبة لنا المباراة دي بالتحديد كانت نقطة مهمة ومعنى أصح حافز كبير سواء للمنتخب المصري أو حتى الجمهور المصري. ففيتوريا ماشي بنسق تصاعدي، وده شفناه في المباراتين الأخرى في جيبوتي وسيراليون. كلام جميل. أنا بس عايزة أروح معاك، يعني مش هقف عند فنيات قوي، بس عايزة أروح معاك لمضمون المنتخب. يعني المنتخب المصري قلنا ان احنا العام ده شايفينه مختلف الى حد كبير على يد فيتوريا، كنا نتمنى نشوف التغيير ده على يد مدير يعني محلي، لكن كخطوات اولى رائعه جدا مفيش اي مشكله. فيتوريا استطاع وقلنا برضو ان هو يخلي المنتخب ليه قوه، مش بس فرد او اتنين هما اللي ليهم قوه ويقول لك ده منتخب مصر متمثل في فلان وفلان، وكنا بنسمع صلاح على حد اكبر يعني. فهو قدر رقم واحد ان هو يعيد الثقه شويه الى حد ما للناس ما بينهم وما بين المنتخب، يعيد الثقه تاني ان فكره ده منتخب مصر مش منتخب اكس او واي، ثالث حاجه يحقق المطلوب منه حتى هذه اللحظه بشكل كبير جدا. لكن يتبقى بقى المنتظر اختلفت فيه الناس، قال لك في ناس انا مطمن لان هو محقق المطلوب منه، ناس تانية قالت لك هي قصتي مش محقق المطلوب منه لان اللي عدى ده سهل جدا، لكن اللي جاي صعب واللي جاي محتاج تركيز، وانا عندي اخطاء وانا عندي مشكله في الدفاع وانا عندي ازمه برضو في ان انا ليه بيوصل المنافس بسهوله واكتر من مره لمرمى المرمى بتاعي. فكل دي حاجات بتقلقك من اللي جاي، وفي نفس الوقت انت قلقان، يعني مش بس قلقان، انت قلقان من ان انت ما تحققش المطلوب منك، ودي ساعتها هتبقى كارثه حقيقيه. انا يمكن بهول شويه بس هي فعلا كده. نتفائل ولا نخاف ولا في امل كبير على يد فيتوريا وممكن يرجعنا شويه لامجاد ما قبل 2010؟ في البدايه روي فيتوريا من المدربين المصنفين على مستوى العالم، بمعنى ان شفنا بيب جوارديولا مثلا بيتكلم عنه، بيتكلم على طريقه لعبه،
في الفترة الأخيرة حتى احنا شفنا كان روي فيتوريا كان مرشح لتدريب نادي الاتحاد جدة السعودي، فبناء عليه من ناحية الفنية أو من ناحية الإدارة الفنية فاحنا معانا مدرب قدير ومدرب مميز ومدرب بالزبط. المستويات المحترمة جدا في على مستوى العالم. على مستوى الأفراد شايفين أن طريقة أسلوب روي فيتوريا بيعتمدش على لاعب بعينه، صحيح احنا عندنا أهم لاعب دلوقتي أو في الفترات الأخيرة هو محمد صلاح، لكن شايفين في لعيبه سواء محترفين واحنا بنتكلم على وجود محمد صلاح ومعاه مصطفى محمد ووجود عمر مرموش وتريزيجيه والنني، فشايفين وطبعا ان شاء الله لما يدخل معاهم كمان حجازي وده هيكون اضافه كبيره أكيد. فبالتاكيد ان في كذا لاعب في منتخب مصر هيكونوا من الـ يعني عوامل مساعده لروي فيتوريا. بالنسبة لكأس أمم إفريقيا ودي البداية المهمة على ناحية البطولة الإفريقية، لأن احنا شايفين ان احنا حاولنا في الفترات الأخيرة ان احنا ننافس على البطولة لكن التوفيق ما كانش من حليفنا، لكن مجموعة منتخب مصر وجود منتخبات زي موزمبيق أو كاب فيردي أو غانا مش المجموعة القوية أو المجموعة الحديدية، لكن مجموعة تقدر انك تنافس وتنافس على صدارة مجموعة، ومنافستك على صدارة المجموعة هتسهل ليك الطريق انك تدخل الادوار الاقصائية وادوار النهائية انك تنافس على البطولة القارية، خصوصا ان احنا شايفين ان المنتخبات الافريقية بتحاول ان هي سواء منتخبات يعني نتكلم على القوى العظمى سواء منتخبات عربية الجزائر تونس كوت ديفوار كاميرون وامثلة كتيرة او منتخبات لسه بتعيد نفسها زي منتخب غانا مثلا، فانت تقدر انك تدخل في منافسة معهم، وده يعني شفناه في فتره التحضير اللي عمله روي فيتوريا، وزي ما ذكرته على مباراه تونس بالتحديد صحيح ان خسرت ومباراه الجزائر، لكن في نفس الوقت يعتبر المنتخب المصري دلوقتي اصبح ليه شكل وليه هويه سواء من ناحيه العناصر الموجوده في المنتخب المصري او الاسلوب والفلسفه بتاعت روي فيتوريا نفسه. طبعا من اهم العناصر الموجوده في المنتخب المصري اللعيبه المحترفين بتوعنا. صحيح. لما يكون عندك منتخب فيه اربع خمس ست لعيبه محترفين ومش كافي والله وعاملين شغل رائع كل واحد فيهم على حده في الدوري الاوروبي اللي هو بيلعب صحيح. فيه، هل ده لوحده كافي؟ يعني فترات التجهيز والمعسكرات هل بتدي من الوقت ما يسمح لوجود تناغم بين اللعيبه الدوليه وبعض وبينهم وبين اللعيبه المحليين؟ هقول لحضرتك حاجة، هي ممكن تكون ليها ميزة وليها عيب، بمعنى منتخب مثلا زي منتخب الجزائر احنا يعتبر من الأول الجول كيبر لحد المهاجم يعتبر كله محترفين، ما فيش غير ممكن واحد أو اتنين لعيبة محلية، لكن منتخب الجزائر شفناه مثلا على بطولة أمم أفريقيا في القاهرة 2019 كان من المنتخبات اللي بتقدم مستوى كويس جدا والفرق المرشحة وقدروا إن هم فعلا ياخدوا البطولة. المنتخب المصري يعتبر من لو احنا دخلنا في مقارنه مع المنتخبات المصنفه من الناحيه العربيه سواء منتخب تونس او الجزائر او المغرب طبعا احنا اقل محترفين، لكن في نفس الوقت احنا برضو شايفين ان الفريق ده او اللعيبه دي بتلعب مع بعض بقالهم سنوات سواء كان مع روي فيتوريا او قبل كده، واحنا بنشوف مثلا رباعي الهجوم بيلعبوا مع بعض على فترات متباعده بالتاكيد، لكن في نفس الوقت برضو الطريقه او الاسلوب هم لسه متعودين على بعض او عارفين طريقه بعض. المنتخب المصري احنا في حاجه كنا بنتكلم فيها زمان، المنتخب المصري في البطولات المجمعه وهي زي بطوله امم افريقيا بتكون حاجه بالنسبه لنا مهمه ووقت مهم جدا لان بيكون مع بعض بقالنا فتره، فبناء عليه ده بيكون عامل ايجابي لينا. اكيد في خطط روي فيتوريا طبعا ان هو يعني مش هيخرج عن التشكيل او القوام اللي هو اتكونه الا اذا لو كان في بقى يعني لاعب فلته بمعنى اصح. من ناحيه المحترفين احنا شايفين المحترفين في حاله مميزه جدا، نتكلم على محمد صلاح بيقدم موسم كويس مع ليفربول ومصطفى محمد مع نانت الفرنسي وعمر مرموش وكمان تريزيجيه، وتريزيجيه كمان في الفتره دي فايق مع المنتخب اكتر كمان مع نادي شغل حلو فناحيه المحترفين ماشيين بطريقه وصوره كويسه. هيدعم لينا الفترة اللي جاية إن شاء الله أحمد حجازي عودته مع نادي وفي نفس الوقت ابتدى يدخل في المشاركة وهو اللاعب نفسه عاوز يدخل وينضم للمنتخب في كأس أمم أفريقيا، وشفنا لفتة كويسة من روي فيتوريا في معسكر الإمارات لما دعاه في المنتخب ودعاه في المعسكر، فدي كانت مؤشر إنه إن شاء الله هيكون جاهز مع المنتخب في يناير اللي جاي. العوامل الحمد لله يعني من الناحية النفسية
الحمد لله كويسين، حققنا محققين بدايه كويسه في تصفيات كاس العالم ومحققين علامه كامله، وفي نفس الوقت اكيد في دعم جماهيري ودعم من الاتحاد المصري، ان شاء الله نحقق بطوله باذن الله المره دي. انا عندي سؤال، هو احنا بنطمح حاليا كجماهير وكمنتخب وكروي فيتوريا ان احنا نوصل لكاس العالم، ولا في بعد ده؟ يعني اصل حد ممكن يقول لك انا نفسي اوصل لكاس العالم واروح كاس العالم، حلو انت رحت، هل انا هقرر تاني بعد ما اروح اللي حصل في روسيا؟ لان انا ساعتها انا مش عايز اروح، صدقني انا ساعتها مش عايز اروح، ولا انا دلوقتي مفروض اكون على اختلاف كبير جدا وعلى ثقه تانية وعلى اداء تاني وعلى تطوير تاني وعلى مكانه اخرى ان انا اروح، ومش بس اروح، لا انا اروح وانافس واصعد واتاهل وابتدي بقى اظهر بالمشهد اللي يليق بيا، وهل اصلا امكانياتي تسمح بده؟ ولا خلينا نبقى صراحه، انا امكانياتي تسمح ان انا اتاهل واشارك في كم مباراه وارجع مره ثانيه. في البداية في البداية طبعا فيتوريا لما تولى المنتخب المصري، الاتحاد المصري اعلن بنفسه وحتى المدرب اعلن ان هو مش جاي علشان خاطر فترة بسيطة او مدة بسيطة، لا هو بيتكلم من فترة لحد 2026، فبناء عليه حضرتك بيتكلم على خطة زمنية محطوطة، وبناء عليه هيشوف وهنحقق ايه، وفي نفس الوقت احنا ماشيين زي ما اتكلمنا على نسق تصاعدي، احنا بنعيد ترتيب البيت من تاني، خصوصا ان الفلسفه او المدير الفني نفسه اسلوبه كان يعتبر متغير شويه او اسلوب متغير عن المدربين السابقين. ففي نفس الوقت احنا شايفين المنتخب المغربي ابسط مثال قدر يوصل نص نهائي كاس العالم النسخه اللي فاتت، بناء عليه الطموح من ناحيه المنتخبات الافريقيه او عموما هتبتدي تعلى، ان احنا ليه لا احنا نبتدي ندخل في منافسه. دي نقطه. النقطه الثانيه على الوصول لكاس العالم، موضوع بالنسبة لنا المرة دي أظن إن هو أسهل من النسخ اللي فاتت أو الفترات اللي فاتت، لأن المنتخبات عدد المنتخبات زادت، وفي نفس الوقت المجموعة بتاعتنا مش المجموعة القوية، إحنا بنتكلم على وجود منتخبات يعتبر مش هنقول القوية ومش الضعيفة في الوسط، سواء كان منتخب غينيا بيساو أو بوركينا فاسو، ولكن في الأول وفي الآخر المهمة الحقيقية أو البداية الحقيقية بالنسبة لنا هي بطولة كأس أمم أفريقيا. طبعا ناس كتير قوي وقفت عند القرار اللي صدر عن روي فيتوريا والمتعلق بإيقاف الثلاثي أو عدم مشاركة الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات، أنت شفت الكلام ده إزاي؟ لازم لما يكون في غلط يكون في رد فعل، ورد فعل كان جاي سريع، لكن في الاول وفي الاخر القرار كان ذكي بمعنى اصح، ان هو ما ذبحش اللعيبه، الباب لسه مفتوح ليهم، لكن برضو هنشوف الفتره اللي جايه هل هينضم ولا لا، وده هيكون واقف بناء على مستواهم وعلى ادائهم في الفتره اللي جايه مع فرقهم سواء مع النادي الاهلي او مع طارق حامد مع ضمك السعودي. القرار بالنسبه للثلاثي كان غلط، خصوصا ان انتوا لعيبه يعتبر لعيبه دوليه ليكوا الخبرات وليكوا باع كبير جدا في مع انديتكم، وخصوصا في لاعب محترف كمان اديت دور عظيم جدا مع اتحاد جده السنه اللي فاتت، وكنت من المساهمين انك تاخد الدوري السعودي معاهم. فرد فعل كان ذكي جدا من فيتوريا والمنتخب المصري، وحتى شفنا بعدها التصريحات الرسميه من الاتحاد المصري او من المنتخب نفسه، قال ان خروجهم من قائمه المنتخب في كاس امم افريقيا مش نهائي او يعني ما تمش فيها لسه الكلام عليها، لكن نتمنى ان شاء الله اللعيبه تصحح من اخطائها، وده بيكون من خلال رد فعلهم في الملعب. الحقيقه الثلاثه اهم من بعض بالنسبه للمنتخب. صحيح، يعني بنتكلم في وجود حمان يعتبر ركائز اساسيه مع انديتهم، سواء احنا بنتكلم في حسين الشحات او امام عاشور يعتبر الصفقه مهمه جدا للفريق الموسم ده، وبنتكلم على طارق حامد، والثلاثي يعتبر يعني مش بنتكلم في لعيب لسه ناشئ او لعيب لسه صغير، احنا بنتكلم في لعيب اصلا المفروض يكون قدوه للعيبه الصغيره اللي لسه هتدخل منتخب او فرق الناشئين. طيب هو اخر حاجه انا قريتها برضو عشان ااكد المعلومه اللي قلتها، ان الموضوع تماما غير بات، والقصه كلها ان هي كانت المباراه دي فقط، وهيكونوا موجودين من المباراه القادمه باذن الله. فده ده اللي انا يعني قريته، ده اللي انا اعرفه كمعلومه. صحيح. الشق الثاني وهنرجع له بعد الفاصل كاجابه، لان انا كنت سالتك على قصه المونديال بس انا الاجابه لسه ما وصلتليش شويه. تمام. انا بشوف، انا فهمت طبعا رد استاذ محمد، هي قصه ان انت عندك
عندك امم افريقيا وده الاهم وده الغيره، بس انا بشوف ان المدير الفني اللي جاي يعني انت عندك مثلا 4 اهداف، فانا جاي عشان هدفين والاثنين التانيين حاططهم كجنب، انا بالنسبه لي ده مش هو ده الاصح. فانا كمدير فني عندي انا اعتقد ان هو مطالب بال4 بطولات، مش دعوه بقى هو جاي سواء لما جه مضى ما قالش انا حمضي على امم افريقيا وحمضي يعني البطولات كلها، يعني انا عايز اقدم جديد مع المنتخب. فهنرجع للنقطه دي، لان هرجع اقول تاني انا ما احبش ابدا منتخب مصر يروح ويتاهل وبعد كده يقعد لي ماتش واتنين ويعود مره تانية، لا يليق ابدا ابدا للجماهير ولا يليق باسم مصر بصراحه. هنرجع للنقطه دي، بس خلينا نروح فاصل مع حضراتكم سريع جدا ونرجع نكمل. لسه دردشتنا ما زالت قائمه مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ محمد همام الناقد الرياضي، والحقيقه الى حد كبير نقدر نقول ان كلامنا عن المنتخب خدنا، وعايزين بقى نلحق نتكلم معاك كمان شويه. ايه ده؟ نسينا الاهلي فعلا. جاي له بقى، لازم نجيب بقى الاهلي، والاهلي كمان اللي جاي عليه او اللي هو مقبل عليه مش هين. تعالى نبتدي بكلامنا عن توقعاتك ورؤيتك للي هتسفر عليه الامور في ماتش الاهلي ومدياما الغاني اللي هيتلعب في القاهره ان شاء الله يوم 25 نوفمبر. طبعا نتمنى بدايه قويه للنادي الاهلي، خصوصا مباراه هتتلعب في القاهره. مدياما من الفرق، مش من الفرق القويه او حتى يعتبر من الفرق المجهوله شويه في افريقيا. هو كونه مجهول ده بالضروره بيكون معناه ان هو مش قوي؟ مش شرط، ممكن يكون فريق مفاجئ، وده احنا شفنا في فرق النسخ الاخيره، شفنا فرق مفاجئه كتيره جدا في على مستوى الفرق الافريقيه سواء في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه. مدياما لو تابعنا نتائجه حتى للموسم الحالي في الدوري مش محقق نتائج قويه، هو يعني في مركز 8 ب 16 نقطه. فريق في اخر جولتين في قبل مباراه الاهلي خسران من اشانتي كاتوكو وخسران من بيركوم تشيلسي 1-0، فهو من الفرق مش من الفرق القويه حتى في غانا، لكن ممكن تكون من الفرق اللي ممكن تكون يعني صعبه من قدامك لو انت استسهلت المباراه. المجموعه نفسها مجموعه على فكره مش سهله، سواء يعني وجود يانج افريكانز او وجود شبيبه الجزائر، لا فريق الجزائري شباب بلوزداد، شباب بلوزداد الجزائري صحيح، شباب بلوزداد من الفرق اللي حققت في النسخة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، وصلت دور ربع النهائي وكانت في مجموعة قوية كان مع الزمالك ومع الترجي. يانج أفريكانز حتى وصيف في الكونفدرالية السيزون اللي فات، ولسه كسبان سيمبا يعني الجولة اللي قبل اللي فاتت في تنزانيا 5-1. فيانج افريكانز مش من الفرق السهله في السنه دي، فالمجموعه عموما مجموعه مش سهله للنادي الاهلي، لكن ان شاء الله نلعب على الصداره ده اكيد، ونحقق بدايه مهمه ان شاء الله وقويه على مدياما. فانت اللي هتكون صاحب يعني اليد العليا في المجموعه دي، ونتمنى ان شاء الله ان الاهلي يحقق الاهم واهم الصداره ان شاء الله. طب بالنسبة للصدارة بقى أو بمناسبة الصدارة، خلينا برضو نروح لجوائز الكاف والأفضل 2023. المفروض في يعني 4 جوائز تقريبا الأهلي مرشح ليهم، وأفضل لاعب منهم مفروض يا الشناوي يا علي معلول يا بيير ستاو يا كهربا، كمان مارسيل كولر مرشح لأفضل مدرب، فكلها دي أمور أعتقد برضو بتسعدنا بشكل كبير جدا. من وجهة نظرك من الأحق مثلا؟ هي سؤال صعب وفي قناة النادي الأهلي بس خلينا نروح، مين من ال4 أسماء للاعبين دول شايف انه الأحق بالجائزة؟ وما تقوليش بقى رد دبلوماسي بقى. لا لا أكيد، لو هنبتدي من النادي عموما فبنتكلم ان النادي الأهلي طبعا، خصوصا انت بطل دوري أبطال أفريقيا، صحيح احنا كنا بنتمنى بطولة الدوري الأفريقي تحققها لكن ما حصلش نصيب، لكن لو بنتكلم على الموسم اللي فات فالنادي الأهلي طبعا هو الأحق. مدير فني مارسيل كولر مش على بطولة افريقيا، حقق بطولات كلها السيزون اللي فات، هيكون طبعا الاحق. من ناحيه اللعيبه فوجود يعني معنى صح اكتر من لعيب كان مهم وكان من النجوم السيزون اللي فات، شايف انا بالنسبه لي علي معلول، لانه علي معلول يعتبر مستواه ثابت مع النادي الاهلي من اول ما جه من صفاقسي لحد وقتنا هذا، فنتمناها ان شاء الله تكون جوائز اهلاويه. وده يعني ده زي ما بيقولوا كده يعني بلغه الارقام او بالاحداث اللي حصلت السيزون اللي فات، فالنادي الاهلي كان يعتبر واخد الاخضر باليابس السيزون اللي فات. رد دبلوماسي؟ لا بس جاوب، قال علي معلول. لا علي معلول طبعا ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي ومارسيل كولر باذن الله. علي معلول يعني بيشكل ظاهره الحقيقه بالنسبه حتى لجماهير النادي الاهلي، درجه المحبه استثنائيه، لان احنا بنتكلم على واحد
وكانه اتولد وعاش حياته كلها مهنيا في النادي الاهلي. اشترى الاهلي فالجمهور اشترى. ويمكن لا يقل مصريه عننا كلنا. معلول من اللعيبه اللي يعني وفيه جدا للنادي الاهلي أوي. وده احنا شفناه وسبحان الله المركز ده عموما يعتبر فيه لعيبه كتير وفيه للنادي. يعني شفناه مثلا معلول وجيلبرتو طبعا. فلعيب وافي للنادي الاهلي. ده فلافيو يا راجل من فتره كان في زياره للنادي الاهلي. صحيح. ونتمنى يعني ان شاء الله معلول وده نفسنا يكون من الكوادر النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. واكيد احنا هنشوفناه كده. احنا شفنا كمان معلول في السنين اللي فاتت جات له عروض وعروض كبيره وعروض من الناحيه الماديه اقوى ممكن من عرضه مع النادي الاهلي، لكن الراجل اللي اشترى الكيان اشترى النادي اشترى جمهور النادي الاهلي. الفلوس بتروح وبتيجي معنا صح، لكن الكيان برضه موجود وده تفكير صح ومنطقي. يعني مؤخرا بقت الفلوس بتروح بس قلما ما بتيجي. يعني لا لا والله كده برضه ولا انا بتكلم. لكن والله دي نقطه مهمه قوي. لكن الراجل اختار النادي الاهلي واختيار ان شاء الله يكون صواب صحيح طبعا، وان شاء الله يكون من الكوادر اللي الفتره اللي جايه النادي الاهلي. استاذ محمد نورتنا والله، قراءه جميله، شكرا ليك. شكرا لحضرتك. على خير عن قريب ان شاء الله. شكرا لوجودك معانا، واكيد الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي بكل مكان على حسن المتابعه. باذن الله يتجدد اللقاء، نشوفكم على خير. صباح الفل.